بسم الله الرحمن الرحيم. مراجعة الفصل السابع، التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الصحية. وبذكر لنهاية اللي هو المحاضرة الأولى، ديروا بالكم على المصطلحات اللي قلنا إيش تعريف اللي هو البرامج التكتيكية والاستراتيجية والإجراءات والسياسات والرسالة والهدف. الفصل السابع في صفحة 60، أهمية التخطيط الاستراتيجي. نيجي لتعريف الرؤية، تقراها براحتك. الرسالة برضو بتقراها، صفحة 61، خصائص التخطيط الاستراتيجي مهمة. هذه جايك سؤال أو سؤالين، يمكن يجيك سؤال صح وغلط وسؤال اختياري. خصائص التخطيط الاستراتيجي الفعال أكم وحدة؟ أكم خاصية؟ أربع خصائص. إيش الأربع خصائص؟ أول حاجة التوجه التسويقي بدل من التوجه الإنتاجي. رسائل المنظمة، رسالة المنظمة تكون مكتوبة ويعاد النظر فيها. بعد التخطيط الاستراتيجي عملية فنية تقوم على أساس كمي ومش أساس كمي وبس، هي عملية سياسية اجتماعية. وهذه العبارة جايك في الامتحان، الصح والغلط. إن التخطيط الاستراتيجي عبارة عن عملية فنية سياسية اجتماعية تتطلب مشاركة المجتمع المحلي. هذه صح، لكن لو قال لك التخطيط عملية، التخطيط الاستراتيجي عبارة عن عملية فنية سياسية لا تتطلب مشاركة المجتمع المحلي، يقول له غلط. يبقى التخطيط الاستراتيجي عبارة عن عملية فنية سياسية اجتماعية تتطلب مشاركة المجتمع المحلي. يبقى قلنا ايش الخصائص؟ التوجه التسويقي بدل من التوجه الانتاجي، رسالة المنظمة المكتوبة ويعاد النظر فيها، التخطيط الاستراتيجي عملية فنية اجتماعية سياسية تتطلب مشاركة المجتمع المحلي، والتخطيط الاستراتيجي أصبح مهمة رسمية من مهام إدارة المستشفى. هذه دير بالك على جايك فيها سؤالين، سؤال اختياري وسؤال صح وغلط أو أكثر. طب وين ممكن يكون برضو السؤال في التوجه التسويقي؟ إيش هو التوجه التسويقي؟ إنه تقديم الخدمة اللي بيحتاجها المستهلك أو السوق، لا المستهلكين يعني المرضى، وليس تقديم الخدمة اللي بدها إياها المؤسسة. فالعبارة صح وغلط جاية غلط. إنه التوجه يعني التوجه التسويقي تقديم الخدمة التي تريد أن تقدمها المؤسسة أو المستشفى، غلط. إيش التوجه التسويقي؟ تقديم الخدمة اللي بيحتاجها مين؟ المستهلك أو المريض. تمام. يبقى خصائص التخطيط الاستراتيجي الفعال هذه مهمة. تنساش التخطيط الاستراتيجي عملية عبارة عن عملية فنية اجتماعية تتطلب مشاركة المجتمع المحلي. على أصل عملية التخطيط الاستراتيجي في تحليل البيئة الخارجية، تحليل البيئة الداخلية، تحليل القضايا الحاسمة، تطوير رئاسة المستشفى، تطوير الأهداف المستشفى وأهداف الوحدات الاستراتيجية. هذه جايك برضه مهمة، عناصر التخطيط الاستراتيجي والتفصيل، وخاصة في موضوع تحليل البيئة الخارجية وتحليل البيئة الداخلية، صفحة 62 63. تحليل البيئة الخارجية والداخلي والتنبؤ الجغرافي والتنبؤ قصدي الديموغرافي. تحليل البيئة الخارجية والتنبؤ الديموغرافي. ممكن يجيك السؤال يقول لك عند تحليل البيئة الخارجية يؤخذ كل مراتب بعين الاعتبار ما عدا التنبؤ الديموغرافي، مسح البيئة القانونية والتشريعات الحاكمة، تحليل المنافسة، دراسة أو تقييم قدرات العاملين بالمستشفى. غلط، هذا مش بيئة خارجية، هذه بيئة داخلية. يمكن يجيك السؤال في التنبؤ الديموغرافي، كلها من عناصر التنبؤ الديموغرافي ما عدا ايش عناصر التنبؤ الديموغرافي؟ الديموغرافي بركز على السكان، خصائص السكان، حجم السكان الحالي والمستقبلي، توزيع السكان قديش ذكور قديش اناث، توزيع السكان حسب الحقب التاريخية او العمرية. فدير بالك على اللي هو تحليل البيئة الخارجية والتنبؤ الديموغرافي. طيب تحليل البيئة الداخلية ايش تعني؟ دراسة كل ما يتعلق بالداخل، امكانيات
والقدرات والمقدرات الداخلية والإمكانيات الداخلية، خصائص العاملين، الأداء المالي، تقييم الهيكل الإداري، هذه كلها إيش؟ أمور داخلية بتدير بالك عليها. نيجي لصفحة 65، يراعى في الأهداف ثلاث خصائص. إيش خصائص الأهداف؟ قابلة للقياس، لها أفق زمني محدد لإنجازها، تحديد الشخص المسؤول عن تحديد الهدف. وبعدش حكينا عن الاستراتيجيات، قلنا اللي بعد هيك متجاي صفحة 65 اللي هي المنافسة غير السعرية لآخر الشابتر متجاي في الامتحان، صفحة 65 في الآخر تحت من عند اللي هو الاستراتيجيات لآخر الفصل، مش داخل في الامتحان. نيجي لصفحة 70 الفصل الثامن، خطة الموازنة السنوية. تقرأ المقدمة، والمقدمة بتقول إنه كل مؤسسة لازم تعمل موازنة، سواء كانت مؤسسة خدماتية، مؤسسة صناعية، مؤسسة صحية، مؤسسة صناعية، مؤسسة تعليمية، تجارية، إلى آخره. يبقى كل مؤسسة لازم تعمل إيش؟ موازنة سنوية. الغرض من تحضير الموازنة، جايك فيها سؤال، إيش الغرض من تحضير الموازنة؟ وضع حدود التكاليف، دليل إنجاز النشاطات، تقييم نشاط المستشفى، تحقيق الأهداف المرسومة. هي صفحة 71 فوق، يوم فراس الصفحة 71 جايك سؤال اختياري، الأمور التي يجب أخذها بالاعتبار عند وضع الموازنة. تؤخذ كل الأمور الآتية بعين الاعتبار عند وضع الموازنة، ما عدا الحاجة إلى التغييرات في الوسائل التشخيصية والعلاجية، المؤثرات والتغييرات الاقتصادية والسكانية، موازنة المستشفيات الأخرى، إدخال الخدمات الجديدة والطرق الجديدة لتحسين الخدمة، ما عدا إيش؟ موازنة المستشفيات الأخرى. إيش بدي فيها أنا؟ موازنة المستشفيات الأخرى ما اللي فيها؟ يبقى الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار هذول الثلاث أمور بدك إيش تقراهن، جايات إيش في الامتحان، سؤال اختياري. تعريف الموازنة أو الغرض من الموازنة تقراها براحتك، ومنها الإدارة الرئيسية، الأداة الرئيسية للرقابة المالية. ركز على العبارة هذه. يبقى الموازنة عبارة عن إيش؟ وسيلة للرقابة الإدارية. شفت اللي هو العنوان اللي في الصفحة 71، الموازنة كوسيلة للرقابة الإدارية. اطلع على السطر اللي تحتها على طول. تعتبر الموازنة المثال الجيد لبيان الترابط القوي بين التخطيط ويش والرقابة في العمل الإدارية. هذه العبارة ديك صح وغلط، وبدي أقول لك إياها. العبارة بتقول تعتبر الموازنة المثال الجيد لبيان الترابط القوي بين التخطيط والتنظيم في العملية الإدارية. غلط، بين التخطيط ويش والرقابة في العملية الإدارية. دير بالك على العبارة هذه. أنواع الموازنات جايك في الامتحان، أنواع الموازنات، الموازنة التشغيلية إيش هي، الموازنة النقدية إيش هي، الموازنة الرأسمالية إيش هي، وحشرحها لقيت أنا بضع أتطرق لها بعد مرتكزات الموازنة. موازنة مرتكزات الموازنة جايك في الامتحان، هذه أكيد، وكل الكلام اللي بقوله أكيد. إيش اللي هو مرتكز الموازنة؟ أول مرتكز النظام المحاسب والإحصاء، يعتبر الركيزة الأولى ومن أهم مقومات تحضير الموازنة. حيجيك السؤال اختياري، أي من المرتكزات الموازنة الآتية يعتبر الركيزة الأولى؟ الركيزة الأولى اللي هي نظام المحاسب والإحصاء، أو يجيك السؤال صح وغلط، يعتبر نظام المحاسب والإحصاء الركيزة الأولى ومن أهم مقومات تحضير الموازنة، صح. لكن لو أقول لك يعتبر تحديد الأهداف العامة للمستشفى للسنة القادمة هي الركيزة الأولى من أهم مقومات تحضير الموازنة، لا مش هي الركيزة الأولى. إيش الركيزة الأولى؟ النظام المحاسبي والإحصائي. يبقى نقول مرتكزات الموازنة، النظام المحاسبي والإحصائي الركيزة الأولى، تحديد الأهداف العامة للمستشفى للسنة القادمة، وجود الأهداف الفرعية، وضوح الهيكل التنظيمي، مشاركة كافة رؤساء الأقسام في التخطيط المالي. خمس مهمة،
تحضير المواطن يبدأ من أسفل إلى أعلى ولا من أعلى إلى أسفل؟ من أسفل إلى أعلى. التخطيط يبدأ من أسفل إلى أعلى، والموازنة عبارة عن خطة مالية، يبقى تبدأ من إيش؟ من أسفل إلى أعلى. يجيب لك العبارة صح وغلط جاياك. يقول لك يتم تحضير الموازنة من أعلى إلى أسفل، يقول له غلط، يتم تحضير الموازنة من أسفل إلى أعلى. مهم هذا العبارة، يقول مرتكزات الموازنة إيش مهم؟ موضوع مهم. أول حاجة نظام المحاسب والإحصائية الركيزة الأولى، واثنين يتم تحضير الموازنة من أسفل إلى أعلى. مراحل إعداد الموازنة برضو جايك فيها سؤال، إيش المرحلة الأولى؟ وضع الأهداف والسياسات، والمرحلة الثانية إعداد المسودة، مسودة الموازنات الخاصة صفحات 73 74، والمرحلة الثالثة إعداد الموازنة النهائية بعد المناقشة. طيب إيش المرحلة الرابعة والأخيرة؟ إقرار الموازنة وذلك بواسطة مجلس الإدارة. هيجيك سؤال فيها أو سؤالين، تعتبر المرحلة الأولى من مراحل إحداث تحضير الموازنة هي، أو المرحلة الأولى من مراحل إعداد الموازنة هي وضع الأهداف والسياسات، إعداد الموازنة النهائية، إعداد مسودة الموازنات، إقرار الموازنة النهائية. إيش أول مرحلة؟ اللي هي تحديد أو وضع الأهداف والسياسات العامة للمستشفى والمطلوب تحقيقها للسنة القادمة. طيب إيش المرحلة الثانية؟ إعداد مسودة الموازنة، إحداث مسودة الموازنة الخاصة بأقسام المستشفى. وإيش المرحلة الثالثة؟ إعداد الموازنة النهائية بعد المناقشة. والمرحلة الرابعة والأخيرة إقرار الموازنة. كيفية تحضير الموازنة؟ بعد إيش نيجي نتكلم عن أنواع الموازنات والبيان الإحصائي. إيش البيان الإحصائي بيشمل؟ بيشمل نوعين من الإحصائيات، إحصائيات المستشفى بشكل كعام، والثاني إحصائيات الأقسام. إيش بتبين؟ اللي بيبين البيان الإحصائي السنوي إحصائيات المستشفى بشكل عام وإحصائيات الأقسام. إيش الموازنة التشغيلية؟ على طول هذيك سؤال أسئلة صح وغلط. الموازنة التشغيلية هي عبارة عن خطة مالية توضع كدليل للمستشفى في عملية التشغيل، وتتألف من مجموعة إيش؟ الإيرادات والنفقات. يبقى الموازنة التشغيلية على إيش بتحكي؟ عن الإيرادات وعن النفقات المترتبة على عملية تشغيل الأقسام والنشاطات المختلفة في المستشفى. دير بالك إيش هي الموازنة التشغيلية؟ تتألف من إيش؟ من مجموع الإيرادات ومجموع والنفقات المترتبة على عملية تشغيل الأقسام. دير بالك من صفحة 75 و76 وإلى آخره. نيجي على صفحة 75، قلنا بدنا نعرف إيش الموازنة التشغيلية، وقلنا تتألف من إيش؟ من مجموع الإيرادات والنفقات المترتبة على عمليات التشغيل. موازنة النفقات مقدار الأموال اللازمة لعملية التشغيل. تقراها الموازنة التشغيلية هاي مكتوب لك، تحب تقراها زي ما قلت لك أنا. إيش هي؟ تتألف من مجموع الإيرادات والنفقات اللازمة للتشغيل. النفقات إيش هي النفقات؟ أو موازنة النفقات جزء من الموازنة التشغيلية، مقدار الأموال اللازمة لتشغيل عملية التشغيل. موازنة الرواتب مهمة وجزء من الموازنة اللي هو الموازنة التشغيلية. موازنة الرواتب جزء من الموازنة التشغيلية وهي أكبر بنود النفقات. دير بالك من العبارة هذه. إيش أكبر بنود النفقات؟ اللي هي موازنة الرواتب. موازنة الرواتب تعتبر من أهم وأكبر بنود النفقات، حيث تمثل حوالي 60%. أنا في صفحة 76 بحكي عن موازنة الرواتب اللي جزء من الموازنة التشغيلية. طب إيش الأشياء التي يؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد موازنة الرواتب؟ يجب أخذ الأمور الآتية بالاعتبار: واحد، التغييرات المتوقعة على حجم العمل، الزيادة والنقص في عدد العاملين، الزيادة السنوية المستحقة للعاملين، مستحقات العاملين الناتجة عن العطل والأعياد وإلى آخره. هذه في سؤال اختياري فيها، هذه في موازنة الرواتب جايك سؤال اختياري. عند التحضير موازنة الرواتب يجب أخذ الأمور الآتية بعين الاعتبار ما عدا، هنا غششتك السؤال. صفحة 77 موازنة الإيرادات برضه جزء من إيش؟ من موازنة الرواتب، قصدي جزء من موازنة الإيرادات جزء من الموازنة التشغيلية. صفحة 77 بتكلم عن الإيرادات اللي بتيجي للمستشفى، سواء يعني من خلال النشاطات، من خلال الخدمات، من خلال التأمين الصحي، من خلال التبرعات. تيجي الموازنة النقدية، إيش تعريفها؟ مبلغ النقد المتوفر
لمقابلة المدفوعات المستحقة على المستشفى من رواتب وأجور وأموال ونفقات. هذه العبارة جايك صح وغلط. إيش الموازنة النقدية؟ مبلغ النقد المتوفر لمقابلة المدفوعات المستحقة على المستشفى. طب الموازنة الرأسمالية تمثل المبالغ التي يحتاجها المستشفى لمقابلة احتياجه من الآلات والمعدات ومشاريع التوسع. هذه التعريفات دي العبارة جاية. العبارة تحت اللي هو عنوان الموازنة النقدية صفحة 77، والعبارة اللي تحت الموازنة الرأسمالية في صفحة 77. نيجي للفصل التاسع صفحة 78، وفصل مهم مهم ومهم، يعني هذا تقراه كله الفصل، جايك في أسئلة حسابية أخرى. إحصائيات المستشفى، في عندك أربع أنواع من الإحصائيات. الإحصائيات الحيوية، فايتال ستاتستكس بتركز على الأحداث الحيوية للحياة زي الولادة والوفاة والمرض. إحصائيات الرعاية الطبية تتعلق بالأحداث الحيوية وكذلك النواحي التشخيصية والعلاجية. الإحصائيات الاستعمالية الخدمات تركز على مدى استخدام المجتمع لخدمات وموارد المستشفى. إحصائيات الأعمال بتركز على إحصائيات العاملين. استعمال إحصائيات المستشفى صفحة 78، جايك فيها سؤال أو سؤالين. في استعمالات إدارية وفي استعمالات وبائية. إيش الاستعمالات الإدارية؟ في مجال التخطيط، تقييم خدمات المستشفى، وتقدير عدد الأسرة، وتخصيص الأسرة لمختلف التخصصات، وجراء المقارنة بالمستشفيات، وتحليل عدد الأسرة الواجب إبقائها فارغة لحد الطوارئ، ودراسة وتحليل نمط الدخول وليش وحجمه وخصائصه داخل السنة، وتقييم جودة الرعاية الصحية، معدل وفاة استعمالات وبائية في صفحة 79. يبقى حيجيك سؤال، كلها من الاستعمالات الإدارية ما عدا، أو كلها من الاستعمالات الوبائية ما عدا؟ إيش الاستعمالات الوبائية في صفحة 79 رقم 2؟ الاستعمالات الوبائية بتركز على إيش؟ دراسة وتحديد خصائص الأمراض صفحة 80، آخر 79 صفحة 80. ولذلك يمكن استخدام إحصاءات المستشفى لدراسة وتحديد خصائص الأمراض التي تم علاجها في المستشفى وطبيعتها وأسبابها وتوزيعها حسب العمر والجنس وحسب خصائص المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمرضى. دير بالك من الاستعمالات الوبائية والاستعمالية استعمالات الإدارية. الاستعمالات الوبائية ليش بتركز؟ بتركز على خصائص الأمراض وعلاجها اللي تم معالجتها وطبيعتها وأسبابها وتوزيعها حسب العمر والجنس والمستوى الاجتماعي والاقتصادي. سؤال، كلها من الاستعمالات الإدارية لإحصائيات المستشفى ما عدا تقدير عدد أسرة المستشفى، تخصيص الأسرة لمختلف التخصصات، تحليل عدد الأسرة الواجب إبقائها فارغة، خصائص الأمراض اللي تم علاجها ما عدا خصائص الأمراض اللي تم إيش علاجها، هذه تحت عنوان الاستعمالات الوبائية. تقسيم الأسرة، في أسرة كبيرة وأسرة أطفال وأسرة أطفال، وبنحسب الأسرة الأطفال اللي هو البيوت القزاز اللي هو الحاضن أو الحاضنة، بنحسبها ضمن اللي هو تعداد أسر الأسرة. الأسرة الموجودة، إيش معنى الأسرة المولودة؟ مهمات فقط من القيد الطالع دير بالك، أو من الاستعمالات الإدارية والوبائية دير بالك. الفصل كله مهم، بدك تقراه كويس، وأي سؤال أنا مستعد. إيش الأسرة الموجودة معناها؟ الأسرة الموجودة للمرضى المنومين على مدار الساعة. يبقى أسرة النوم، وتشمل أسرة الأطفال الصغار، إن هم الأطفال الصغار لو الطفل بلد مش بحطوه في كوت جنب أمه، هذا لا يسجل، لا يحسب في الأسرة النوم. يبقى الأسرة الموجودة تعني أسرة التنويم في المستشفى. الأسرة المتوفرة تعني أسرة التنويم في المستشفى. أسرة التنويم هي أسرة التنويم. يبقى في عندك ثلاث مصطلحات نفس الشيء. الأسرة الموجودة تعني أسرة التنويم. الأسرة المتوفرة تعني أسرة التنويم.
طيب أثر الأسرة الموجودة، إذا أخذناها الأسرة الموجودة للمرضى مين؟ المنومين لاستعمال عبد الله الساعة. الطاقة السرية بيختلف الأمر. الطاقة السرية هيك سؤال فيها، إنه هي نظريا العائد الأقصى من أساس المستشفى الذي يمكن أن يتجهز في أي وقت، يعني قد يعني المستشفى مثلا، المستشفى الشهداء الأقصى عندي مثلا 170 سرير، لكن في الطوارئ بقدر أجهز أخليهم 200 سرير، يبقى الطاقة السرية ايش هي؟ 200 سرير. يبقى تعتبر الطاقة السرية بت كاباسيتي هي نظرية العائد الأقصى من أساس المستشفى الذي يمكن أن يجهز في أي وقت. في عندك سؤالين جايات في الامتحان أو أكثر، الأسئلة تدخل في تعداد الأسئلة المتوفرة لأسئلة التنويم، والأسئلة التي لا تدخل في تعداد الأسئلة التنويم أو الأسئلة المتوفرة. إيش الأسئلة اللي بندخلها في أسئلة التنويم؟ بنعدها أسئلة التنويم في الأقسام العامة، الأقسام الهادئة، الغرف المخصصة، الأسرة المخصصة لاستعمال المرضى من العاملين سواء كان أطباء أو تمريض، أسرة العزل، أسرة الأطفال، الحاضنات، اللي بيت القزاز، وقالوا بيت قزاز اللي بنيموا فيه الطفل اللي بلد قبل ميعاده، الحاضنات بتستعمل لرعاية الأطفال الخدج، أسرة الاستقبال والمستعمل الملاحظة والرعاية، مش كل أسرة الاستقبال اللي بنستخدمها للرعاية لمدة 24 ساعة، أسرة الاستقبال كمل العبارة، والمستعملة للملاحظة والرعاية لمدة 24 ساعة، مش أسرة الطوارئ، لا، أسرة الاستقبال المستعملة للملاحظة اليومية للملاحظة والرعاية لمدة 24 ساعة، مهم ذلك. الأسرة تدخل في تعداد المستشفى، الأسرة بالمستشفى مهمة، والأسرة تستثنى بنعدهاش أسرة نوم، اللي هي الأسرة موجودة في غرف الأطباء، أسرة الكشف، أسرة المخاض في كشك الولادة، أسرة الطوارئ في الاستقبال، أسرة التشخيص اللي في الأشعة اللي بصوروا عليها الأشعة، الأسرة المختبر اللي بسحبوه اللي بنعمل عليها المرضى، بسحبوا له عينة الدم أو بسحبوا له بيكبوا له دم أو بنقلوا منه دم أو بنقلوا له دم، الأسرة اللي موجودة في غرف العيادة الخارجية في وسط غرف الأطباء الكشف هذه لا تسجل، الأسرة اللي في سكن الأطباء وسكن الممرضات هذه لا تسجل، أسرة غرف الإنعاش، أسرة الأطفال حديث الولاد الكت اللي بكون جنب أمه لما بيلد الطفل، مش بحطوه جنب أمه، الطفل عادي بيلد طبيعي أو بيلد على ميعاده بحطوه إيش في صندوق قزاز، هذا بسموه كت، هذا لا يسجل. أما الحاضن اللي بحطه في الطفل اللي ولد قبل ميعاده هذا يسجل. فدير بالك من الأسرة التي تدخل في تعداد الأسرة المتوفرة لوحدة التنويم، والأسرة التي تستثنى من أسرة المستشفى صفحة 80 81، دير بالك. طيب رقم 6 عندك يوم السرير، قديش يوم السرير؟ 24 ساعة. يوم السرير 24 ساعة يكون خلال متواجد استعمال المرضى المنومين. إيش المرض المنوم؟ اللي بيشغل السرير وبكتب له دخول وبنعمل له ملف وبخذ رقم وبنام على السرير. طيب لو جات انت تحت بند 2 ادخال المريض، مهم هذا ادخال المريض، اللي ادخال المريض يجيك سؤال اختياري ويجيك سؤال صح وغلط. ايش السؤال الاختياري اللي جايك؟ انه يعتبر المريض دخول او منوم اذا توفرت اي من الشروط الاتية، ايش هي؟ الموافقة الرسمية لدى المستشفى، يكتب له الدخول طبيب اخصائي او موظف رسمي، ينعمل له سجل طبي مع رقم، وينام على السرير، يشغل السرير، لازم يروح ينام على السرير. في عبارة بين قوسين السطر الثالث في رقم 2، تحويل المريض من قسم إلى قسم لا يعتبر دخولا جديدا. يبقى إذا بحول قسم المريض من قسم لقسم داخل المستشفى لا يعتبر دخول جديد، بأخذ نفس الرقم، لكن إذا كان حولت المريض من مستشفى إلى آخر بأخذ رقم جديد. يبقى تحويل المريض من مستشفى حكومي إلى مستشفى حكومي آخر داخل قطاع غزة لا يعتبر دخولا جديدا، غلط، يعتبر دخولا جديدا، لازم تعمل دخول جديد. يبقى لو مريض عندك نايم في الأوروبي وتحول على الشفا، بدي ينعمل له سجل وتذكرة جديدة في الشفا ويأخذ رقم جديد. أما لو أنا حولت مريض من قسم الجراحة لقسم البطن داخل مستشفى الشفا بظل نفس الرقم، لا يعتبر دخولا جديدا. تخريج المريض رقم 3 برضو مهم،
الإنهاء الرسمي والمريض مخرج، يا إما خروج عادي، خروج وفاة، تحويل مستشفى آخر، خروج هروب، خروج حسب الطلب. هذا جايك فيها إيش؟ سؤال اختياري. وفي هذا المرضى المنومين أنا بعمل قوائم. في المرضى اللي توفوا قبل مرور 48 ساعة في قائمة، المرور قصدي المرضى اللي توفوا قبل 48 ساعة من الدخول في قائمة، المرضى اللي توفوا بعد 48 ساعة من الدخول في قائمة، والمرضى أو الوفيات الأجنة اللي توفوا في بطن أمه، هذه في قائمة خاصة. جايك السؤال كالتالي: يمكن توزيع أو قوائم الخروج تصنف على النحو الآتي: وفيات المرضى المنومين قبل 48 ساعة، مرور 48 ساعة، ومرضى المنومين بعد 48 ساعة، وفاة اللي هو الأجنة، جميع ما سبق جميع ما سبق. صفحة 82 اللي هو الطفل الخداج، جايك في الامتحان السؤال العبارة هذه: إيش هو الطفل الخداج البريماتيور اللي وزنه 2.5 كيلو أو أقل عند الولادة؟ إيش هو الطفل الخداج بريماتور انفنت اللي وزنه 2.5 كيلو أو أقل عند الولادة؟ 6 7 تعداد المرضى المنومين. إيش تعداد المرضى المنومين؟ برضه جايك السؤال في الامتحان: تعداد المرضى المنومين، هذا المرضى المنومين في المستشفى في أي وقت. يعني لو جيت قلت الساعة 11 أكم مرضى منوم، دغري بلف هالمراسل أو السكرتير على الأقسام وبيحسب قديش المرضى النايمين، مش عدد الأسرة. العبارة دي صح وغلط. هذه تعداد المرضى المنومين يشير إلى عدد المرضى الموجودين المنومين الموجودين في المستشفى في أي وقت. لو يقول لك تعداد المرضى المنومين يساوي أو يشير إلى عدد الأسرة بالمستشفى، أقول له غلط. إيش تعداد المرضى المنومين؟ عادل المرضى مش عادل الأسرة. طب وقتش وقت التعداد اليومي للمرضى؟ جايك سؤال برضه كتير صح وغلط. تعداد رقم 8، رقم 8 في صفحة 82، 7 و8 مهمات و5 فوق طفل الخداج. 8 التعداد اليومي للمرضى المنومين يأخذ كل قديش؟ كل قديش أنا بعمل إحصائية للمرضى المنومين؟ كل 24 ساعة الساعة 12 ليلاً. كل 24 ساعة 12 ايش؟ ليلا. مش اقول لك تعداد يوم المرضى المنومين يؤخذ عادة كل 12 ساعة الساعة 12 ليلا، غلط. ها، يؤخذ كل 24 ساعة الساعة 12 ليلا. يوم المريض الداخلي، جاي فرصة رقم 9 مهمة، هذه الصفحة مهمة جدا، صفحة 82 9. يوم المريض الداخلي، ايش يوم المريض الداخلي؟ هو وحدة قياس استعمالية أقساط المستشفى، ويعرف 24 ساعة من الخدمة المقدمة المديك. العبارة هذه بالضبط. يوم المريض الداخلي هو وحدة قياس استعمالية أسرة المستشفى، ويعرف 24 ساعة الأيام المرضية المريض الواحد. برضه جايك سؤال بقول العبارة الصفحة هذه مهمة جدا، 82 هذه، وما أدراك بما صفحة 82. أيام المرض المريض المستشفى المريض الواحد، الأيام المرضية المريض الواحد تعني مدة إقامة المريض بالمستشفى. وهذا يجيك سؤال حساب أخرى: إذا دخل المريض حسن سعيد بتاريخ 27، إذا دخل المستشفى بتاريخ 11/3/2021 وخرج بتاريخ 17/3، يبقى 17 بطرح يوم الدخول من يوم الخروج، 17 ناقص 11 بساوي 6. فجايك سؤال حسابي: إذا دخل المريض وخرج في نفس الشهر، يطرح اللي هو يوم الدخول من يوم الخروج. أما إذا كان المريض دخل في الشهر وخرج في الشهر الثاني، يطرح اللي هو يوم الدخول من عدد أيام الشهر اللي دخل فيه، يضاف له الأيام اللي في الشهر الجديد. الأيام المرضى المستشفى ككل أو الخدمة تعني الأيام التي تنتجها المستشفى في يوم واحد مساوية لتعداد المرضى في ذلك اليوم، ولفترة زمنية محددة يساوي المجموع الكلي للتعداد اليومي على مدار الفترة الزمنية. دير بالك برضو على اللي هو رقم 9 ألف 9، يوم المريض الداخلي، الأيام المرضية المريض الواحد، إيش معناها؟ وهي مدة إقامة المريض المستشفى. كيف نحسبها؟ كم يوم نام؟ نطرح يوم الدخول من يوم الخروج إذا كان الدخول والخروج في نفس الشهر، نفس الشهر. أيام المرض المستشفى ككل إيش معني؟ لفترة زمنية في يوم واحد بيساوي عدد المرضى زي ما قلنا، لكن لفترة زمنية
وهذا يساوي المجموع الكلي للتعداد اليومي، كل يوم بدي أعد عدد المضغوج معهم لمدة أسبوع على مدار الفترة الزمنية، أو لمدة شهر، ولفترة زمنية محددة يساوي المجموع الكلي للتعداد اليومي على مدار الفترة الزمنية. نيجي المفاهيم المتعلقة بنتائج المعالجة، صفحة 82. نتائج العلاج، نتائج هي المستشفى، هي نتائج احتمالية. فهذا العبارة صح وغلط بشكل ثاني، حيث أن النتائج النهائية للعلاج الطبي لا تظهر وقت تخريج المريض. العبارة حتجي تظهر النتائج النهائية لعلاج المريض عند خروجه من المستشفى، غلط، لا تظهر. نتائج العلاج في المستشفى هي نتائج احتمالية فقط، حيث أن النتائج النهائية للعلاج الطبي لا تظهر وقت تخريج المريض. المريض يكون يخرج شفاء، شفي شفاء تام، تحسن، لما تحسنش وفاة قبل أو بعد 48 ساعة إلى آخره. المحاضرة احتفل بهذا القدر من المحاضرة. في المحاضرة الأخيرة اللي من صفحة 83 هنتكلم عن المؤشرات الاستشفائية ودورها في إدارة المستشفى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة القادمة من صفحة 83 لمكتوب عنوان فوق ثانيا، المؤشرات الاستشفائية ودورها في إدارة المستشفى.